السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا نتمم تسمى التمرين اللي هو التحديد اللي بقى لنا في الجزء هو تحديد مركز الدائرة. إذا هذا مركز الدائرة ونقطة التماس راه بنفس الصيغة باش كيتحددوا، هي حل واحد النظمة ديال المستقيم اللي درنا اللي هو تمثيل بارابيت المستقيم و مستوى مستوى. إذا تحديد اش اللي هو مركز الدائرة، اشر دائما هو مسقط عمودي لي اوميغا على المستوى. دائما هذا اش اللي هو الهدف ديالنا من التمرين هو ايجاد مركز الدائرة التقاطع او نقطة تماس دائما يمثل مسقط عمودي للمركز ديال الفيلكا المستوى. اذا كيفاش غنلقاو هاد اش؟ الحل اللي عندنا حنا دابا في التمرين هو حل الماء. الحل اللي عندنا في التمرين هو حل الماء، لان ممكن يكون عناصر اخرى اللي غتساعدنا بدون حل الماء غنلقاو المركز ونلقاو نقطة التماس، ولكن الحل اللي عندنا حنا دابا في التمرين هي عبارة عن حل الماء. دونك اش، اذا هاد اش سيكون، اذا هو الاش هو تقاطع المستقيم دلتا المرمن اوميغا و عمود على انا بي. اذا نقلبوا على تمثيل البارامتري اللي كتجيبنا لنا في الجزء الاول كيف نحدد تمثيل البارامتري. نحتاج نقطة ومتجهة موجهة، نحتاج نقطة ومتجهة موجهة. دونك هذه الجملة اللي دائما نكتب قدام تمثيل البارامتري دائما تكتب لأنها عبارة عن تحليل، لأن معطيات غير كاملة، نحتاج متجهة موجهة. إذا هذه الجملة دائما الدخول في التحليل غنكتبهم لدينا مستقيم دلتا عمودي على مستوى بي، يعني أن الكافي عن ان ان شكون هي ان؟ هي المتجهه المنظميه. بما ان المستقيم والمستوى نتاع عندي فبيناتهم واحد المتجهه تاع دورين، متجهه منظميه على بي غتكون متجهه موجهه لدلتا، واضح؟ اذا هاد ان غنجيبها من المستوى. الى جرى المستوى غنلقى بان متجه منظمي، شوفوا المعطيات ديال التمرين قبل، غنلقى بان معطيات ديال ان راه هي افصول اكس واي وزد. اذا بقينا في المعادله ديكارتي المستوى، لقينا اكس زائد ايكغاي زائد زد. اذا اكس افصول المعامل ديالو هو واحد، ايكغاي واحد، زد واحد. اذا هاد المتجهه ما كاينش معطيات، حنا سميناها ان. اذا اش غتكون؟ غتكون منظميه، فهي متجهه منظميه، متجهة منظمية على بي، فهي موجهة للمستقيم دلتا. يعني جملة ضرورية في التحليل. إذا دائما هذا سهلة، جوج يعني شحال قال الكلمة فيها تحفة حرفيا بحال. دونك بما أن متجهة منظمية غادي يكون واحد جوج متجهات مستقلين، شكون هما جوج المتجهات؟ غادي نجي نعتبرو إن. إذا لتكن إن إكس إيكغيك زد مينا شنو؟ مينا المستقيم ديال الضرب. يعني أن المتجهة أوميغا إم، المتجهة لأن مستقيمة من أوميغا، المتجهة أوميغا إم مع المتجهة إن مستقيمتان، المتجهة أوميغا إم مع المتجهة ان مستقيمية. اذا سنكتب ان اوميغا ام تساوي واحد العدد اللي هو تي فوا المتجهة ان، عبارة عن متجهتين مستقيميتين، لو تكون احداهما تساوي جدا الاخرى في عدد حقيقي، وهذا العدد الحقيقي هو البارامتر، بحيث تي هو عنصر ينتمي الى اخ، فهو بارامتر من اخ. نتمم تكافئنا ونحلو نظمة
x y z. Point égal, égal, égal. تساوي تساوي تساوي. ونحطوا هاد أوميغا. حط أوميغا كيما هي في معطيات هنا. كيما هي في معطيات. ومركب عندها في معطيات شحال هي؟ جوج 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 واحد. إذا تساوي 2 2 1. أرجو المعطيات باش تعرفوا منين جبنا 2 2 2 أي واحد. فهي إحداثية ديال من ديال ديال من ديال النقطة أوميغا. زائد زائد هذا فوا تي. هاد ان فوا فوا تي. اذا هي ان فوا تي صافي هي تساوي تي. واحد فوا تي كذلك هي بلس تي. ثم واحد فوا تي اذا هي بلس بلس تي. وما تنساوش بحيث هاد البارامتر ينتمي الى المجموعه. اذا هذا هو تمثيل البارامتر. هو تمثيل بارامتري لمستقيم ديلتا. أتمنى أن يكون واضح. إذا هو تمثيل بارامتري لمستقيم ديلتا. دابا الهدف ديالنا هو إيجاد شنو؟ إيجاد أش. أش قلنا أش؟ هنا هي الأش هي المسقط العمودي. أش يكون أش عاوتاني هو تقاطع مستقيم ديلتا والمستقيم والمستوى بي. إذا شنو غنديرو؟ إذا سنحلو أمر. إذن أش أش مركز الدائرة هو شنو هو؟ حل النظمة. نحلو النظمة. حل النظمة إكس إيكال إيكال يساوي زد تساوي. ناخذ التمثيل كيما هو كيما لقيناه. إذن هي إثنان زائد تي ثم إثنان زائد تي ثم ان واحد زائد تي. اش غنضيفو معاها؟ المستوى بي. المستوى بي في معطيات هي اكس زائد ايكغ زائد زد موان دو ايكالا زد. اذا خدينا تمثيل بارميدي فيه عنصرين فيه مستقيم والمستوى. دابا غنحلو هاد النظمة باي طريقة؟ إذا سنعوض إكس بقيمتو، إيكغيك بقيمة ديالو، زد بقيمة ديالو، واضح؟ إذا نعوض إكس وإيكغيك وزد في المعادلة، كل واحد يعوض بقيم ديالو في المعادلة. إذا هاد إكس باش نعوضوها؟ نعوضها بقيمتو. إذا تصبح شنو تصبح؟ إثنان زائد تي. إيكغيك قيمتها زائد اثنان زائد تي. زد قيمتها واحد زائد تي. وما نساوش لا كونستون ديال المعادلة. ناقص اثنان كتساوي صفر. واضح؟ إذن غنجمعو لي كونستون. ها وحدة ها جوج ها ثلاثة. إذن ثلاثة تخوا تي. ثم أقل اثنان واثنان وواحد و ناقص اثنان. إذا نمشي اثنان مع اثنان غادي يبقى لنا واحد وجوج هي ثلاثة. إذا زائد ثلاثة كتساوي زيرو. إذا أش كيعني؟ يعني أن هاد تي لي كنقلبو عليها أش غتساوي؟ نحولو هذا الطرف الثاني غيولي ناقص ثلاثة على ثلاثة. إذا قيمة البارامتر تي كتساوي شحال؟ كتساوي موان زيرو. واضح؟ إلا حلينا نظمة عادية كنظن المراحل واضحة بحالة بحال نقاط التماس. دابا نرجعو للصرف. أش غنديرو؟ غناخدو هاد البارامتر لي لقينا لي هو موازان سنعوضو في التمثيل البارامتر. ومنه أو إذا ناخدو دابا التمثيل البارامتري. إذا إكس إيكال إيكغيك إيكال زد إيكال. بما أنهما سناهم النقطة من الأول سناهو أش من الأول سموها حتى نتوما إكس أش إيكغيك أش ثم زد أش. وغنعوضو تي بقيمتها. إذا تولي لنا إثنان بلس ما مع ناقص واحد هي ناقص واحد. عاوتاني إثنان ناقص واحد ثم واحد ناقص واحد. يعني أن هاد أش لي هي أش نحسبو تما
اثنين ناقص واحد واحد، اثنين ناقص واحد واحد، كل واحد ناقص واحد هو زيرو. اذا المركز ديال الدائرة هو اش واحد واحد زيرو. اذا اش مركز الدائرة هو اش واحد واحد زيرو. واتمنى ان تكونوا قد سمعتم يعني كيف نحدد مركز دائرة تقاطع بين في الكوا مستوى، واتمنى لكم التوفيق.